الجلتر على العيون هو من احلى الاشياء عندي، بس بحبه يضل على العيون مش ينزل على وجهي ويصير كلنا عم لمع، وينزل على تيبي وعلى الارض ويصير مستحيل شايله. مرحبا، معكم ربيكا. الفيديو اليوم رح بيكون The Makeup Application Tag، يلي هو عبارة عن 12 سؤال خاصهم بأي طريقة أنا بحط فيهم الميكب تبعي. فإذا بدكم تعرفوا شو هني هو 12 سؤال شو أجبت عليهم، أكيد خليكم عم تحضروا هذا الفيديو. بس ما تنسوا بحيالة لحظة أنتوا عم تحضروا، إذا حبيتوا اللي عم تشوفوا أنكم أكيد تعملوا لايك للفيديو، تتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات تحت، وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتوا لهم لينك، وأكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، دوروا جرس تحت، حط كلمة سبسكرايب تدايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة بطلع فيديو جديد، وتروحوا تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر سبيشي انستغرام لانه انا كتير اكتب هونيك. واذا كان عندكم حيالة سؤال انا دايما موجودة على الدي امس حتى جاوبكن قد ما في جارب ساعدكن. هلا قبل ما اقولكم شو هني هول 12 سؤال، بدي اخبركم هذا الفيديو هو اكيد منه فكرتي، هذا فكرة جان فيلبس. رح احط لكم اكيد بخانة المعلومات تحت الفيديو الاوريجينال اللي هي عملته، ورح احط لكم اكيد اليوتيوب شانل تبعها، بس بالاخص رح احط لكم الانستغرام تبعها، لانه اذا انتم اشخاص بتحبوا الميك اب ما معقول ما تكونوا شايفين one of the pictures اللي هي بتنزلهم عندها على انستغرام، سبيشلي اذا كنتم الاشخاص اللي بتحبوا الديوبس، صورها on point، dupes on point. صراحة حطت لكم اياهم تحت تشوفون، واكيد اللي حبتلاقوا كمان بخانة المعلومات تحت ال 12 سؤال انا كتبت لكم اياهم دغري بعد المعلومات تبع جان. وبدي اخبركم كمان على السريع انه this makeup the eye makeup صورت لكم اياه تحت ينزل على بكره عندي على انستغرام less than one minute video كيف عملت هيدا الميكب لوك، وعملته ببرودكتس عن جد كتير خاص. فاذا بهمكم ما تنسوا تعملوا فولو على انستغرام تتشوفوا how I did this makeup. هلا خلينا نبلش بالاسئله، اهني بالانجلش، انا رح اقول كل سؤال بالانجلش هو ارجع ترجمه على العربي حتى تفهموا ان كيس ما بتعرفوا باللغه الانجليزيه. اول سؤال هي which step takes you the longest to apply، يعني اي step بالميك اب تبعك تاخذ معك اكثر وقت تحطيها؟ اكيد اكيد دون منازع اي شادو، ظلال العيون. البيس الاساس بياخذ معي وقت اذا بدي يكون فلولس، بس إذا بدي أكون كتير صريحة في أعمل البيس كله تبعي بدقيقتين وأخذ 40 دقيقة حتى أعمل الآي شادو، ويضل بدي وقت إنه بعد أعمل بلندنج حتى يطلع بعد أحلى. So definitely الآي شادو هو أكتر شيء بياخذ معي وقت. تاني سؤال which step can you apply the fastest، يعني أي step فيك تحطيها أسرع شيء ممكن. إذا شايفين الفيديو تبعي رح تعرفوا إنه أنا البلاش بحطه بسرعة الخيال، لأنه I apply my blush وبعدين برجع بحط البرونزر وبعدين برجع بحط الهايلايتر. so البلاش أنا بدي هيك just إنه تحط يورد لي تفاحة خدي وأعمله blending بالبرونزر، so بياخد وقت البرونزر وبالهايلايتر وبكل هول steps، بس البلاش بسرعة البرق. تالت سؤال what is your most dreaded application step and why، يعني بالترجمة تبعها أي step بالابليكيشن هي اكثر شيء بتفزعك وليش. انا نزلت بوست يمكن من شي فتره يلي هي الكات كريس اول ذا واي، يمكن لانه انا عمري 32 وعيني عم تقشط مع العمر وبشتغل بالليل فعيني بتقشط بعد اكثر. وقت بدي اعمل كات كريس اول ذا واي اول شيء بتاخذ معي لوت اوف تايم، اكثر شيء وقت معقول تتخيلوه، وبلس عن جد لو قد ما اشتغل حتى خليها تصير بيرفكت بالنسبة لإلي بتضل إنه ما بعرف بحس حالي غلط. هلا الصورة اللي نزلتها لأنه أنا I wanna challenge myself إنه مش غلط إنه أعمل هيدا الشيء وأعمل practice عليه ونزله، وحبيت إنه فرجي إنه كل العالم إنه yes sometimes بتشوفوا pictures تبعنا نحنا perfect، بس to be honest مش كل شيء نحنا بنعمله هو perfect. sometimes نحنا بنعمل شيء ما بيكون عنا نحنا ثقة. ف بظن عن جد الكات كريس all the way العالم يلي بيعملوها perfect I look at them وبتمنى لو بقدر أنا أعملها. I'm trying behind the scenes I'm trying. وقت بدي جرب قاعدة على أجري وقت بدي جرب eyeshadow palette I'm trying to do the cut crease all the way. I'm not liking it، بعدني ما بحبها، بس anyway هيدي هي بالنسبة لتالت سؤال. و by the way شفتوني خبرتكم أنا قاعدة على أجري وجعتني، هيدا لأنه الفيديو تبع نهار السبت هني فيديوز أكتر أنا مرتاحة بيعملون للفيديوز مينيموم اديتينج، سو اذا صار في غلطه رح نضحك ونكمل هيدا الفيديو لانه كلنا بشر كلنا بنغلط وهذا شيء كثير طبيعي. الفيديوز اللي بنزلهم انا نهار كل نهار خميس هن فيديوز اكثر شوي ارتب من هيدا الفيديو.
ما تتكلوا انه كتير يعني بس انه ارتب شوي. هلا رح ننتقل للسؤال الرابع. Which step is your favorite to apply and why؟ يعني اي step هي المفضلة عندك انك تحطيها بالميك اب وليش؟ definitely 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 الاي شادو كمان، لانه في اخذ وجه مش منعمل له ابدا بيس وحط اي شادو ارتستيك ويمشي الحال، في اخذ حتى I can make it work. اوكي رح فسلكم كيف، في اخذ بيز منه معمول نظيف واعمل له اي شادو كثير حلو خلي الاتنشن تكون كلها على العيون. وكمان بحب الهايلايتر، بس ديفينتلي اكثر شيء بحب المفضل عندي اكثر شيء هي الاي شادو. بتجي من بعدها دغري الهايلايتر لانه انا بحس انه الهايلايتر بيجمع ذا هول لوك. خامس سؤال، which step is the most you are the most، تنرجع نعيده، هيدا دليل انه انا بخلي الاغلاط بهذا الفيديو. خامس سؤال، which step are you the most good at؟ يعني اي step انت بتحسي حالك اشطر شي فيها؟ صراحة انا بحس انه كل الستبس اللي انا بعملهم فيه بعد تكون احسن. ما بعرف، اكيد مش الاي شادو لانه في عندي مطارح بالاي شادو انا ماني شاطره، اكيد مش الاي لاينر لانه sometimes I screw my eyeliner للماكسيموم، اكيد مش الحواجب لانه الحواجب تبعي they are not sisters they are cousins and بيعرفوا بعضهم شايفين بعضهم بعيد بس ما خصهم يعني they are not twins ما بيزبطوا معي حواجبي. مش الهايلايتر مش البيز لانه بحس انه البيز تبعي كل مره بتعلم شيء جديد فيه حسن على البيز. So صراحه انا ما بحس حالي انا إذا بدي أحكي بكل صراحة ما في سم شعالي، لأن أنا بحس إنه كل شيء خاصه بالميك اب فيه بعد شيء أحسن ومني أصلاً يعني I'm not satisfied 100% وقت أطلع، ما عندي مشكلة بشغلي I love my work وبضلني أشتغل تحت أحسن شغلي لأنه هذا هو طبع الإنسان، نحن على طول نطمح للأفضل، بس ما بطلع بستاب أنا عمتها بقول واو ما في أعمل أحسن من هيك نو في على طول أعمل أحسن من هيك. سو سؤال خامس ما عندي جواب عليه. سؤال السادس، which step can you use some more practice in؟ يعني اي step فيك تعمل فيها practice بعد اكتر؟ ذكرتها انا قبل بالسؤال، كان لازم ارجع اقرا الاسئلة حتى اعرف انه ما اخذ كتير وقتي، بس definitely cut crease all the way بحس انه انا مش بدي some more practice a lot more practice انت هتصير اعملها مزبوط و most probably ما بحس حالي رح يصير بمطرح انه انا I'm confident فيها تحت اقول انا بعرف اعمل cut crease all the way بشكل مش طبيعي. سابع سؤال، in what order do you apply your makeup؟ يعني بأي تراتبية أنا بحط الميكب؟ إذا بتحضر الفيديو السابق رح تعرفوا. رح بلش إنه أنا بحط آي شادو برايمر على عيوني، أكيد بكون محضرة البيس تبعي. إذا بدي أعمل ميكب سريع ببلش إنه أحط البرايمرز، لأنه البرايمرز بدون على الوجه تقريبا من 5 لـ10 دقايق حتى يثبتوا حتى يطلع البيس فوق فلولس. برجع بحط آي شادو برايمر على عيوني، آي شادو، آي لاينر، ماسكارا، قلم بقلب العين، بنتقل هلا للوجه انه بيكون صار له البرايمر من 5 لـ10 دقايق، بلش انه اعمل انا الفاونديشن، كونسيلر، اذا بدي اعمل كريمي برونزر او كريمي مش كريمي برونزر، كريمي كونتور او كريمي هايلايتر بحطهم بهيدا الاوقات، موست بروبلي ما بحطهم، برجع بثبت تحت عيوني، برجع باخذ الباودر بثبت فيها كل وجهي، اذا بدي احط باودر كونتور بحطه ساعتها، اذا لا دغري بنتقل للبلاش، برونزر، بعدين الهايلايتر، برجع بنتقل فيه انه انا عندي حواجب فبعمل حواجبي، بنتقل انه كمل تحت عيوني، بحط ماسكارا تحت عيوني، هايلايتر بمدمع عيني وهايلايتر على عظمة حاجبي و sometimes بحط setting spray قبل ما كمل عيوني، sometimes بنطر تحت خلص كل وجهي وبرجع بحط setting spray، وعطول أكيد وقت بدي أعمل blending بستعمل brush للقصص الكريمي برجع بقطع عليه وسبنج مبلل على وجهي for a flawless blend. ننتقل للسؤال الثامن، which step can you skip؟ يعني أي خطوة من بين هالخطوات أنت فيك تقفيها؟ definitely في قفي الايلاينر، so مثل اليوم انا مش حاطه ايلاينر، الايلاينر هو من الستبس يلي بيجملوا كتير الميك اب. لحظه هلا فقت الايلاشز، الفولس ايلاشز هي ستب انا على طول بقفيها.
So false lashes definitely. وإذا بدنا نحكي إنه ميك اب عادي مش إنه ميك اب إنه خارج سهرة وهيك أكيد في أفي الأيلاينر. الأيلاينر شيء كتير حلو بجمل العين مثل الفالس أي لاشز، بس أنا صراحة بقدر أسحب عيني مثل ما أنا عامل اليوم بلا ما أكون حاطة أيلاينر. تاسع سؤال، which step is an absolute must؟ يعني أي step هي ضرورية كتير بالنسبة لك؟ يعني ما بحياتنا رح نخليهم نسيروا مثل بعضهم. الحواجب إذا بدي أعمل ميك اب ما بعمل حواجبي ما نعمل شيء، يعني أنا my makeup is not complete غير ما أعمل الحواجب وشوف حالي أنا حواجبي صاروا فاين. يوم تغنطهم شوي anyway. إذا بدي أحكي عن الحواجب بدي فيديو كامل عن الحواجب. عاشر سؤال، any unique tools you use that nobody else uses؟ tools معينين، يعني أدوات معينين تستعمليهم أنت بس ما بتشوفي غيرك كتير عم يستعملون. yes في عندي يلي هن صبيعي، يلي هن كل ما بفرجي انه انا عندي صبيع بيطلع لي حدا على الدي ام او شيء يقول لي انه ليه عم تحطيهم بصبيعك، حطيهم ببرش وهيك انه بي مور بروفيشنال. guess what، اهم ميك اب ارتست بالعالم بيستعملوا صبيعهم لانه الحراره اللي هي بصبيعنا كفيله انه تضوي بالبرودكت حتى يصير عن جد التكشر مثل ما احنا بدنا اياهم، سبيشلي الشيمرز، سبيشلي وقت بدنا نستعمل قصص كريمي. الله عطانا احلى تولز وهيدا عطول بسكرها فور فري اللي هن صبيعنا. انا اي لاف تو يوز هدول التولز للماكسيموم. سو اذا انا وقت احط شمر ببراش مثل هيدا بدي احط لها البراش سيتنج سبراي حتى اخذ الشمر ويعطي ذا فول باي اوف، بنفس الوقت فيي اخذ اصبعي اعمل نفس الشيء. اول شيء على اصبعي ثلاث ارباع البرودكت اللي حطهم رح ينحطوا كومبليتلي، بينما هون رح اخسر كميه من البرودكت. بصير عندي انه نظف البراش زياده. To be honest يعني إذا عندكم brushes قد ما أنا عندي رح تعرفوا إنه أكره شيء إن كنت نظفوا البراشز بلس عم تستعملوا setting spray. So إذا أنا في استغنى عن هول كلهم إنه آخذ بأصبع الشمر حطه على كل جفنة أكيد I'm gonna do it over and over and over again. وقتها بدي أنا أدمج this area I don't do it professionally، ما باخذ قصص وببلش طبطب إنه عندي حرارة إصبعي كثير إنه تضوي بهيدي الأريا حتى تدلي كل شيء بيرفكت. وقت بدي أدمج الكونسيلر عن جد، وقت بدي أكون دقيقة، وقت بدي أدمج الليكويد هايلايتر I use my fingers، وقت بدي أحط a sheer foundation على وجهي أو a more full coverage foundation بدي خليه يصير أرق عن جد، بحط منه كمية قليلة وبمرغه بصبيعي وصدقوني most of the times بكون مغطية وجهي أحسن ما أنا أكون مستعملة برش خصيصي، برش خصوصا للفاونديشن. وبوصل لاخر سؤالين بهذا التاج اللي هي مسميتهم بونس كويشنز، يعني اسئله اضافيه. اول سؤال، which step alters from time to time in the way you apply it؟ يعني اي step من بين هول steps تبع الميك اب تبعك انت بتغيريها من وقت لوقت، يعني بتغيريها محلها يعني بالتراتبيه. انتو عم تحطي الميك اب على وجهك ديفينتلي الايبروز، اوقات بحط حواجب بعدين بلش بالاي شادو، اوقات بحب انه اعمل عيوني ارجع بعمل البيس تبعي قبل ما احط برونزر بلاش وهايلايتر، بحب انه اعمل الحواجب. سو الحواجب هي الستيب يلي على طول انا ما بعرف امتى بعملها بس موست اوف ذا تايمز. السؤال رقم 7 يلي هو اي اوردر، هذا هو الاوردر يلي يوجلي انا بعمله بس لحواجب sometimes تفرق انا باي وقت بحطهم. واخر سؤال finally وصلنا للاخر يلي هي which step stays relatively the same in the way you apply it، يعني اي step بالميك اب تبعك تبقى دايما نفس الطريقه انت عم تحطيها. رح اقول صراحه هن ثلاثه بس انا على طول بحطهم بنفس الاوردر، يعني هن بلاش برونزر وهايلايتر. انا بالزمانات كنت استعمل برونزر بلاش بعدين هايلايتر، اكتشفت انه انا بحب انه الابلكيشن تبع البلاش برونزر وهايلايتر بعد ورا بعضهم، يعني بالطريقه اللي انا سميتها. يعني بالايام يلي انا بدي احط فيها ميك اب حتى لو ماني حاطه فاونديشن بدي احط بس كونسيلر تحت عيوني، ثبت الكونسيلر ثبت كل وجهي، بنتقل انا انه بدي شيء تحت يظهر لي خدودي سو على طول بلش بلاش، انجا شويه برونزر. يعني الوقت ما معي انا احط برونزر باخذ برونزر برش وبقطعها على وجهي بالبرودكت المفضل علي، هيك شوي بعمل برونزنج لوجهي وبرجع بحط الهايلايتر. سو هيدا هي الشيء الوحيد اللي انا اللي عن جد تقريبا شيء ما بعرف شيء كذا شهر اكثر من 6 شهور عم بعملها نون ستوب بهيدا التراتبيه and I love it.
وهلا صار دوركم انتم اذا انتم بتعملوا فيديوز على يوتيوب خاصهم بالجمال او اذا عندكم انستغرام اكونت تعملوا فيديوز خاصهم كمان بالجمال انكم تاخذوا هال 12 سؤال تجاوبوني عليهم وتتركوا لي اللينك تبع الفيديو تبعكم بخانه التعليقات تحت حتى انا اروح واحضره واتعلم منكم لانه نحن وقت عم نحط الميك اب تبعنا كل واحد منا عنده ستايل خاص فيه طريقه بحط الميك اب تبعه فيه تكنيكس مختلفين عن بعضنا ونحن وقت نحضر غيرنا يمكن نتعلم منهم ونحسن كثير بالميك اب تبعنا وانا بما انه ذكرت لكم الفيديو بحب انه اعطيكم بتطور بدي اشوف يور تكنيكس واتعلم منكم وعن جد نتشارك وكلنا ننمى فاذا حبيتوا هذا الفيديو انتم عم تحضروه ما تنسوا اكيد تعملوا لايك للفيديو وتتركوا لي تعليقاتكم بخانه التعليقات تحت وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم سبيشلي اذا بيعملوا محتوى خاص بالجمال تبعتوا لنا اللينك تتحدون انه يعملوا هول 12 سؤال ويجاوبوكم وتشوفوا شو انا اجوبتهم كمان اذا حبيت هذا الفيديو وحابين تشوفوا اكثر مني فيديوز بالمستقبل اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتدوروا الجرس تحت حتى كلمه سبسكرايب تكبسوا على all notification هيك دايما بصير يبعث لكم يوتيوب notification بس انا طلع فيديو جديد لانه الله راد انا كل نهار خميس عندي a new youtube video واوقات مثل اليوم نهار سبت طلع لكم an extra video per week وعم جرب اخر فترة عن جد يكونوا كل نهار سبت في عنا an extra video per week وكمان اذا حبيتوا تشوفوني اكتر يعني كل يوم فيكم تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر بس بالاخص على انستغرام انا كتير اكتب على الستوريز فرجيكم unboxing mini reviews get ready with me tutorials product of the week وكتير قصص غير وبلس اذا كان عندكم حيلا سؤال انا دايما موجودة على الدي ام رح تجاوبكم وقد ما في جرب ساعدكم كل المعلومات الخاصة فيه رح بتلاقوها بخانة المعلومات تحت بالاضافة لكتير فيديوز انا عملتهم بيعلموكم تكونوا احسن انتو عم تعملوا الميك اب تبعكم اسرع انتو عم تعملوا الميك اب تبعكم ويخليكم تكونوا اوعى انتو عم تشتروا الميك اب تبعكم وعم تكبروا الكولكشن فما تنسوا تشيكوا خانة المعلومات تحت لكتير تفاصيل I love you all وان الله راد انا بشوفكم بالفيديو الجاي